يقول: شرح بعض طلبة العلم كتاب التوحيد، وعند قيامه بالشرح ضعف كثيرا من الآثار الموجودة في هذا الكتاب، فهل ما يذكره هو أو غيره صحيح؟ هذا هدم للكتاب، ما هو بشرح، هذا هدم للكتاب، هذا ما يصلح. نعم، وهذا ما يعرف منهج المؤلف، ما يعرف منهج المؤلف في سياقه للأدلة، ما يسوق باب إلا فيه آية ولا حديث صحيح، ثم يذكر بعد ذلك ما يأتي بمعنى الآية ومعنى الحديث، فهو على منهج سليم المؤلف. نعم، لكن هذا ما يفهم منهج المؤلف. نعم، فضيلة الشيخ، ينبغي لمن يشرح أي كتاب أنه ينظر إلى منهج مؤلفه أولا ثم يمشي عليه. نعم.